أحمد المشهور واصل يا جمهور، اللايك السريع، الفيديو الفظيع، برنساتي، مرحبا بكم في قناتي شهد والتمريض. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله في درس جميل جدا نشرح مع بعض تمايز الخلايا وتنوع الأنسجة النباتية. درس لذيذ جدا وعايزاكم تبقوا مركزين معايا. طبعا زي ما ذكرنا في أول أحياء خالص ان جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الاجهزه، مثلا زي الجهاز الدوري، زي الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، دي كلها اجهزه. الجهاز بيتكون من الاجهزه، يعني بتتكون من اعضاء. الاعضاء مثلا زي القلب، الجهاز الدوري بيتكون من القلب كده. الاعضاء بتتكون من انسجه. طيب الأنسجة بتتكون من خلايا، والخلايا بتتكون من عضيات، والعضيات بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. أول ما بدأنا في الباب الأول خالص في الأحياء خدنا الذرات، ما خدنا الجزيئات. ليه ما خدناش الذرات؟ لأنها حاجة صغيرة، فاحنا أصلا بصوا يعني ما شرفناش إن احنا ندرسها، رميناها في الزبالة. وبدأنا من أول الجزيئات. خلينا بقى الجزيئات البيولوجية، الجزيئات الغير بيولوجية، والكلام ده كله خدناه في الباب الأول. المهم احنا بقى بنطلع فوق، فهدنا او يعني في الباب ده هناخد النسيج. طبعا ده الفصل الثالث. النسيج يا جماعة، عندنا النسيج بسيط. الانسجة بتنقسم لحاجتين، يا اما انسجة بسيطة يا اما انسجة مركبة. طيب امتى اقول اني طبعا موجودة في الكائن الحي، مش موجوده يعني في الكائن غير الحي، لا الكائنات الحيه. امتى اقول ان الكائن الحي اللي قدامي دي ده بيتكون من نسيج بسيط او بيتكون من نسيج مركب او بيتكون من الاثنين؟ ازاي؟ على حسب نوع الكائن الحي نفسه. يعني مثلا لو انسان هيتكون من الاثنين، لو نبات كده، يعني على حسب نوع الكائن الحي. واحنا عارفين انسان ونبات وحيوان، او على حسب الوظائف اللي الكائن الحي ده هيقوم بيها. تمام كده؟ فأنواعها زي ما قلنا أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة. البسيطة بتتكون من نوع واحد من الخلايا المتماثلة. متماثلة في ايه؟ متماثلة في كل حاجة يا باشا، ما هي نوع واحد، زي مثلا الشكل والتركيب والوظيفة. المركبة من اسمها يعني مركبة من حاجات غير متماثلة، يعني مكونة من أكثر من نوع من الخلايا، طبعا هتكون غير متماثلة. وقلنا طبعا هي بتختلف حسب الكائن الحي والأنشطة اللي هو بيقوم بيها. تمام. تعالوا نخش بقى على أول حاجة اللي هي الأنسجة البسيطة، وعايز أشرحها معاكم بطريقة بسيطة جدا عشان تفهموها بسهولة، عشان كان في ناس كتير بتشكي منها. الأنسجة البسيطة دي أول واحد اسمه الخليج البرانشيمي. اسمه مش صعب ولا حاجة، البرانشيمي. تمام. هنتخيل ده موجود فين؟ موجود يعني في البطاطس. موجود فين؟ في البطاطس. هنتخيل ان البطاطسية متجوزة واحد اسمه البرانشيمي، عشان نسهل على نفسنا كده، متجوزة واحد اسمه البرانشيمي. البرانشيمي ده بيعمل لها ايه؟ البرانشيمي ده بيساعدها ان هي تتنفس، يعني بيساعدها في عملية البناء الضوئي. يبقى يساعد النبات في عملية او القيام بعملية البناء الضوئي. تمام كده. نفتكر ان هو جوزها بيخليها، بيساعدها ان هي تتنفس. جوزها كمان بيساعدها ان هو بيجيب لها الاكل، ده طبيعي زي النشا. يبقى بيساعد النبات او بيخزن المواد الغذائية كالنشا. جوزها بيجيب لها المواد الغذائية كالنشا، نفتكرها بكده. وكمان جوزها دايما ماسك لها مروحة، يحسد ندلعك خالص، جايب لها مروحة ويقعد يهولها، يبقى مسؤول عن عملية التهوية. اظن بعد الفكرة دي مش هننساها. البرانشيمي متجوز البطاطسية، دايما بيساعدها ان هي تتنفس، يبقى بيساعدها في عملية البناء الضوئي. دايما بيساعدها ان هي او دايما بيجيب لها الاكل، يبقى بيخزن المواد الغذائية كالنشا. دايما مسؤول عن عملية التهوية، جايب لها مروحة بيهولها كده. خلصنا البطاطس، خلصنا الوظيفة، خلصنا كمان ان هو موجود في البطاطس. وصفه بقى هتسهليه ازاي؟ لا، احنا بنقول ان هو نسيج او ان هو جوزها. خلينا بقى عايشين في القصة الوهمية اللي احنا عايشين فيها، ان هو جوزها ماشي. فهنوصف شكل جوزها، نوصف شكل جوزها يعني الخلايا بتاعته. اول حاجة الخلايا بيضاوية او مستديرة الشكل، اسمها صعب سهليه. حاضر، نتخيل ان الخلايا مثلا ان هي الضوافر. ضوافر مستديرة يعني شكلها مدور. بيضاوية يعني ايه بيضاوية؟ يعني شكل البيضة كده، مدورة برضو بس تحس ان هي بيضة يعني. المهم ايه،
بيضاوي او مسدده الشكل، ضوافر جزها مدوره او مستديه او مدوره او بيضاويه. تمام، جزها ده رقيق كده ومرن، حد كده كويس. دايما احنا كده بنوصف شكل النسيج مش البطاطس. دايما بعد ايده عنه كده بيقعد يهوي، ده طبيعي بيقعد يهوي في الحر اللي احنا فيه ده. يبقى بينها الخلايا بتاعته بينها فراغات او مسافات بينيه للتهويه. نفتكرها ازاي؟ بعد ايده عنه بيقعد يهوي كده. دايما بشوفه يا اما سابغ شعره في جزء، يا اما سابغ شعره يا اما مش سابغ شعره. ازاي العبط ده؟ لا، بلاستيدات خضراء. نتخيل ان شعره هو البلاستيدات الخضراء، يبقى الخلايا بتاعته تحتوي على بلاستيدات خضراء عديمة اللون او ملونة. افتكرها ازاي؟ سابغ شعره او مش سابغ شعره، عادي طبيعي. الراجل ده دايما معاه ازازة مية او اكتر من كده، هو دلوع برضو زي مراته. دايما معاه ازازة مية او اكتر، دايما يا اما مليها مية عادية او مية معدنية. مية معدنية اخرب بيتك. ثانية، هو نتخيل ان ازازة المية هي الفجوة والمليها بقى يا اما مية اما املاح معدنية. يبقى نقول بقى كلام علمي، الضوافر بتاعته بيضة او مستديرة، يبقى الخلايا بيضاوية او مستديرة الشكل، جزء كده حد رقيق ومرن، يبقى جدر الخلايا رقيقة مرنة. دايما بعد ايده عنه، يلا قوله معايا، يبقى بينها فراغات مسافية او مسافات بينية للتهوية. سابغ شعره او مش سابغ شعره، يبقى ايه؟ تحتوي على بلاستيدات خضراء عديمة اللون او ملونة. دايما معاه ازازة مية او اكتر، يبقى تحتوي على فجوة واحدة كبيرة او اكتر ممتلئة بالماء او الاملاح المعدنية. اظن دي مفيهاش حاجة. ندخل على النسيج التاني، اسمه الكولانشيمي. نسيج الكولانشيمي ماله ده؟ اسمه النسيج، نقول ايه؟ اللي هو المسهوج بتاع البنات، النسيج اللين. النسيج اللين ليه بنقول كده؟ طبعا هو نسيج حي برضو، انا اشوف الكلام ده بعدين. لانه دايما بيقول لمراته اللي هي البقدونس، بيقول لها خليكي ايه، رقيقة ولينة، يبقى بيكسب النبات الليونة المناسبة. دايما بيدي مراته، دايما بيشجعها، دي الحاجة الحلوة اللي فيه، بيشجعها يعني بيشجعها على كل حاجة. شكله عامل ازاي؟ زي ما وصفنا شكل النسيج البرانشيم، نوصف برضو شكله زي ما وصفنا شكل جوز البطاطس، نوصف شكل جوز البقدونس. عامل ازاي؟ طول بعرض، طول بعرض كده وحد على السور، لا يبقى ايه؟ مستطيلة الشكل، الخلايا مستطيلة الشكل. دايما الراجل ده من كتر ما هو شكله جميل، دايما ايه؟ بيلبس هدوم كتيرة. بيلبس هدوم كتيرة دي يبقى نقول جدر الخلايا مغلظة بمادة السلولوز. يعني ايه بيلبس هدوم كتيرة كده متقل كده؟ يبقى ايه؟ لابس هدوم من السلولوز الغير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ نفتكرها انه مثلا في الصيف عادي يخفف، مش شرط يا جماعة ان هو لازق فيه الهدوم الكتيرة، لا عادي يخفف. يبقى ساعات بلاقيه مخفف، ساعات بلاقيه متقل، يبقى ايه؟ الجدر مغلظة بمادة السلولوز الغير منتظمة. خلصنا ده، قلنا بيساعدها دايما بيشجعها، يبقى يساعد في تدعيم النبات. اللي هو بيشجع مين؟ البقدونس اللي هي مراته. دايما بيكسب النبات الليونة، يقول لمراته دايما خليك رقيقة، خليك لينة، وكمان ايه؟ مستطيل الشكل، طول بعرض كده، جدرها مغلظة بمادة السلولوز الغير منتظمة. يعني ايه مادة السلولوز غير منتظمة؟ دي مادة انا مش هفتكرها في الامتحان الا بانه متقل، دايما بيتقل، بيلبس هدوم تقيلة كتيرة. بعد كده اظن ما فيهوش اي مشكلة. ندخل على النسيج الاسكرانشيمي، الاسكلارنشيمي ماله ده؟ اسمه النسيج الصلب. عايز اقول لكم على خبر حزين. ان هو توفى. يعني ايه توفى؟ يعني نسيج غير حي. التانيين اللي هو الكولانشيمي والبرانشيمي، واحد البرانشيمي كان عايش عمال يساعد مراته ان هي تتنفس، بيساعد النبات في عملية البناء الضوئي، بيجيب لها اكل، فاكيد عايش الكلام دي ده. والكولانشيمي كذلك الامر، دايما بيقول لمراته خليكي ايه، رقيقة وكده. طيب الاسكولانشيمي، الاسكلارنشيمي ده ايه؟ ميت. معنى ان هو ميت، ملوش وظيفة؟ لا، كان له وظيفة قبل ما يموت. ايه هي؟ مش هننساها طبعا. دايما بيقول لمراته خليكي قوية، دايما بيقول لمراته خليه يقعد يدعم فيها ويشجعها، يكسبها الصلابة، يقول لها ايه يعني، يشجعها ان هي بتواجه صعوب الحياة، صعوبات الحياة. شو اللي انت بتقوليه مش هنكتبه طبعا؟
يبقى وظيفته تقوية وتدعيم النبات وإكسابه الصلابة والمرونة. تمام تمام شكله كان عامل ازاي قبل ما يموت؟ الحقيقة ان شكله كان عامل زي النسيج اللين، ان هو كان بيلبس هدوم كتيرة. ده برضو بيلبس هدوم كتيرة بس من ايه؟ مصنوعة من اللينين والسلوز، بيقلعها في الصيف. لا ما كانش بيقلع، الله يرحمه، يعني ما كانش بيخفف في الصيف، ده كان لابسها على طول يعني منتظمة. خلاياه مغلظة مغلظة الجزر بمادة اللينين والسلوز. ما هنقولش منتظم، يعني احنا الناس نفتكر ان هو اللي كان بيخفف في الصيف اللي هو الكولانشيمي، فمعنى كده ان هو مادة السلوز الغير منتظمة، انما ده دايما لابس كتير، لابس من ايه؟ من اللينين والسلوز. يبقى خلاياه مغلظة الجزر بمادة اللينين والسلوز. ده كان جوز مين؟ كان جوز الكمثرى. فالكمثرى هنسميها ايه؟ الست الارملة. يعني اتمنى ان تكون الحاجات الفكاهية دي مظبطة معاكم الدنيا، وان شاء الله الأنسجة المركبة هتنزل في الفيديو الجاي. سلام.